اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 16 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أسرى سابقون. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات القدس والخليل وجنين وكذلك قلقلية ونابلس، ورافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10,000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.